بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في المحاضره الثانيه في كورس سونيك اند التراسونيك انجينيرنج. وفي الكورس ده احنا بناخد السيرفيس اكوستيك ويف جلي لاين. زي ما قلنا من تطبيقات الاكوستيك ويف ديفايسز الديلي لاين، وده ابسط صوره لبدايه فكره عمل الفلتر، وهو فكره ان انا بطلع ديلي ما بين السيجنال عن طريق السيجنال بتاعتي اللي هي بتدخل مثلا من فويس او حاجه زي كده، او داتا مثلا زي ضغطه البريشر بتاعي مثلا بتاع الصباع على التاتش سنسور او الصوت او ايا كان الابلايد فولتج اللي هيجي، بيتحول لميكانيكال ويف من خلال ستريب لاينز محطوطه على بيزو الكتريك ماتيريال. لو انا عندي بير من الستريب لاينز، يعني عندي زوج كده من الستريب لاينز، يعني عندي انبوت ديجيتال ترانسديوسر وعندي اوتبوت انتر ديجيتال ترانسديوسر، فما بينهم بقى السيجنال بتمشي ما بين الانبوت والاوت، بيحصل ديلي. الديلي ده انا بستفيد منه بقى ان انا بقدر اتحكم في شكل السيجنال وفي الامبليتيود بتاعها وفي الفريكوينسي بتاعها، واقدر في الاخر ان انا اعمل فلترنج مثلا او اوسيليشن او ايا كان باستخدام الفكره دي. فالديلي لاين هو البيزك ستراكشر بتاع اي سنسور او اي ابلكيشن هيجي لي الساوند ديفايس. ببدا الاول بايه، ازاي بعمل موديلنج للديلي لاين ده، يعني اللي هو بمعنى اصح البيزك ستراكشر بتاع الساوند ديفايسز بنعمله موديلنج ازاي. الحقيقه انا عندي طريقتين للموديلنج احنا بنشتغل بيها، الفريكوانسي دومين موديلنج والتايم دومين موديلنج. بالنسبه لي الفريكوانسي دومين وهو اسهلهم الحقيقه، والسبب في كده ان الفريكوانسي دومين بيستخدم تولز او سوفت وير بسيطه بتطلع لي المين فانكشن او المين بروبرتيز بتاعت الديفايس، لكن ما بتدخلش ان ديتيلز في العمق بتاع الديفايس. يعني بقدر اعرف منها اللوسز قد ايه، بقدر اعرف منها الفريكوانسي مع الجين قد ايه، او اللي نقدر نقول عليها الريسبونس قد ايه اللي هو الاتش اوف اف، حاجات البسيطه. لكن ما بقدرش ادخل في تفاصيل الماده بقى وتاثيرها مع درجه الحراره، وتاثيرها مع مثلا الاورينتيشن كات بتاع الماده، تاثيرها مع البيهيفير بتاع الماده من جوه، يعني تاثير الاوتبوت بتاع البارامترز مع حاجات جوه الماده نفسها البيزو الكتريك او جوه الستريب لاينز، دي ما بتبانش في الفريكوانس دومين موديل قوي، لكن بتبان في التايم دومين موديل او تحديدا في الفاينايت اليمنت موديل ديفايس. فاحنا في المحاضره دي بنبدا الحقيقه، المحاضره دي واللي جايه بنشتغل على الفريكوانس دومين موديل، بنقسمها على محاضرتين. في المحاضره دي احنا بنستخدم تول جميله كده اسمها ماسكاد. الماسكاد دي هي اللي هنقدر نشتغل بيها على السيرفيس اكوستيك ويف ديفايس. وطبعا في المحاضره الجايه هنغير التول وهنشتغل بحاجه اسمها اوكتيف او الماتلاب، وبرده كفريكوانس دومين موديل. وهنوصل في نهايه المحاضره بتاعتنا لشكل الموديل بشكل الريسبونس والسيميليشن ريزلتس، بس هنكتشف ان في شويه ديفوهات كده بتطلع في الاوتبوت مقارنة باللي المفروض يطلع في الكوميرشال ديفايسز. يعني انا هعمل موديل بحسابات يدوي كده على ايدي، وهقارن مع ديفايسز موجودة في السوق دلوقتي، هلاقي ان الريسبونس السيميوليشن بيطلع اقل من كفاءة من الحقيقة، يعني مش اوبتيمم. فطبعا انا بحتاج احسن السيميوليشن بتاعي عشان لما اجي انفذ بعد كده الموديل بتاعي يبقى الموديل اوبتيمم يعني. فهحسن الريزلتس في المحاضره الجايه باضافه فلترز معينه على الساود ديلي لاين، بحيث ان هو الشكل يطلع مقبول وينفع يتنفذ يعني. طيب هناخد ايه في المحاضره بتاعتنا؟ هناخد السيرفيس اكوستيك ويف ديلي لاين اللي اختصارها اس دي ال ستراكشر، شكله عامل ازاي؟ ازاي بعمل سيمبل موديل للاس دي ال؟ الستبس بتاعت الموديلنج، ازاي اختار البيزو الكتريك سبستريت ماتيريال، ايه البارامترز اللي بعملها حسابات، خطوات السيميوليشن عباره عن ايه، نتائج السيميوليشن باستخدام برنامج الماسكات، ثم الفرق ما بين السيميوليشن والكوميرشال او الميجر فاليو في الحقيقه بيبقى عامل ايه. طيب هنبدا اولا بالاس دي ال ستراكشر. ايه شكل الاستراكشر بتاع الاس دي ال؟ طبعا زي ما احنا عارفين الاستراكشر بتاع الاس دي ال
هو الشكل الطبيعي والتقليدي للاكوستيك ويف ديفايس، اللي هو بيبقى عباره عن بيزو الكتريك ماتيريال فوق منها ستريب لاينز، والديلي لاين بيبقى بير اوف ستريب لاينز، في زوجين اهو، في جزء خاص بالاوتبوت في جزء خاص بالانبوت. بتدخل الار اف سيجنال مثلا على سبيل المثال، ار اف سيجنال هنا على الانبوت ستريب لاينز مع وضع ستريب لاينز بويف لينس معين. يعني انت عايز تمشي تردد قد ايه؟ ماشي اللي هو 70 ميجا، 100 ميجا، 1 جيجا، فوات ايفر الفريكونسي اللي انت عايز تعديه، بظبط الويف لينس اللي هو ايه بقى؟ اللي هو شايف انت حاجه اسمها البيتش، الخطوه او المسافه ما بين الستريب لاين ده والستريب لاين اللي بعده. في بيبقوا اتنين في اتجاه، وفي اتنين مثلا او ثلاثه في اتجاه تاني. فكل الستريب لاينز اللي في نفس الاتجاه دي بظبطها بمثلا لامدا على اتنين او لامدا على اربعه. اللامدا دي اللي هي الفيلوسيتي بتاعت الاكوستيك ويف، سرعه انتشارها في البيزو الكتريك ماتيريال مقسومه على الفريكوانسي اللي انا عايز ابعته. مش بس كده، ده تخانه الستريب لاين نفسه بيتحسب بدلاله لامدا، المسافه ما بين الادجيسنت ستريب لاينز او اللي هم اللي جنب بعض خالص دول برضو بيبقوا داله في لامدا. بس اذا كانت دي مثلا لامدا على اربعه، يبقى دي مثلا هتلاقيها لامدا على ثمانيه، اللي هي المسافه بين اثنين متجاورين مثلا. والاكوستيك ويف بيبقى بيمشي اهو ما بين التو ستريب لاينز، وهي دي الديلي بقى اللي بيحصل. الديلي ده بيسمع لي فيه فانكشن للاتش، اللي هو الفريكوينسي ريسبونس بتاعي بيطلع شكله عامل ازاي. طيب ايه هو الاس دي ال؟ الاس دي ال ده 3 بورت ديفايس، 3 بورت ديفايس، تو اوف ذيم for acoustic behavior and the third for electric behavior. يعني في طبعا هو 3 بورت، يعني في انبوت وفي اوتبوت وفي حاجه في النص بينهم. في حاجتين خاصين بالاكوستيك بيهيفير اللي هم الانترديشال ترانسديوسرز، وفي حاجه خاصه بالالكتريك بيهيفير، ودي هتبقى اللي هو الانبوت والاوتبوت بتوعي شكلهم عامل ازاي. ال SDL is the most obvious application of sound device. أشهر تطبيق وأشهر والبيزك ستراكشر بتاع الساوند ديفايس هو البيز لاين، زي ما قلنا كده هو الأساس اللي بيبني عليه فلترز، ريزونيتورز، سنسورز، كوريليتورز. كوريليتورز الحاجات اللي هي بتقارن تو سيجنالز وتطلع نسبة الايرور قد ايه. احنا بقى عايزين نعمل تطبيق من التطبيقات دي، نعمل ديلي لاين عند 70 ميجا هرتز يستخدم في الاي اف ستيج في الموبايل فون مثلا، وتطبيقات كتير. ممكن تعمل 400 ميجا هرتز زي المشهور، او اللي هو في الار اف ستيج اللي هو 433 ميجا. المهم عايزين نعمل تطبيق يعني ديلي لاين 70 ميجا مثلا. عشان نعمل الموديل ده لازم ناخد في الاعتبار شويه حاجات كده. اول حاجه الفريكوانسي بتاع البروباجيشن، وده بيتحدد ازاي؟ فريكوانسي بتاع البروباجيشن ده بيتحدد بالديستانس بتوين فينجرز او البيتش اللي هي اللمضه، زي ما احنا قلنا لمضه على اثنين، لمضه على اربعه، وات ايفر. يعني الافشنسي بتاعت الانترديشال ترانسديوسر، ودي بنقدر نتحكم فيها من خلال اختيارنا للسبستريت ماتيريال. يعني كفاءه الانترديشال ترانسديوسر بتتاثر بالسبستريت ماتيريال اللي تحت منه. لما نيجي نابلاي الكتريك بوتنشال او فولت على الانترديشال ترانسديوسر، بيتولد الكتريك فيلد طبيعي لنفس البريودستي بتاعت الترانسديوسر بتاعتي، لنفس شكل الترانسديوسر. خلي بالك الرسمه اللي فاتت دي كان الترانسديوسر دي بنسميها يونيفورم ابوديزيشن ترانسديوسر، يعني متوزعه بشكل منظم، الاطوال بتاعتها واحده، الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت اطوالهم واحده، المسافات ما بين كل ترانسديوسر وكل ستريب لاين والثانيه واحده. دي بنسميها ان ابودايزد او يونيفورم ابودايزيشن او يونيفورم ديستريبيوتد ستريب لاينز. في بقى ستريب لاينز بنلاقيها لا مش يونيفورم، بتلاقي في ستريب لاينز قصيره شويه وواحده طويله وواحده ثانيه اقصر وواحده اطول، مش يونيفورم في التوزيع بتاعها. المسافات كمان البينيه في العرض ما بين الستريب لاينز وبعضها مش متساويه، دي بنسميها نون يونيفورم
او ابوزايزد على طول ستريب لاينز، ودي ليها استخدامات في الكوريليتورز وبرضه في بعض الفلترز. طيب هنبدا نتعرف ان التايم بيريود بتاع الابلايد سيجنال اللي انا هحطها دي اسمه تي، وده غالبا التي ده بيبقى فانكشن في الويف اللي هو التايم بتاع الويف بروباجيشن، بيبقى فانكشن في اللامدا وفي الفيلوسيتي. يعني واحد على تي دي ما هي بتديني الاف، والاف دي بتديني الفي على لامدا بدل سي على لامدا، بقى لان انا هنا ما بشتغلش الكترومغنتيك ويفز، انا بشتغل اكوستيك ويف، ففي فيلوسيتي للويف دي في بيزو الكتريك ماتيريال، وبقسم الفي على اللامدا يديني الاف اللي هي بدورها تساوي واحد على تي. الديستنس بقى اللي هي هتبقى او البيريودك لينس بتاع ترانسديوسر اللي هو البيتش اللي احنا قلنا عليها دي، بتبقى غالبا لامدا او لامدا على 2 او لامدا على 4، يعني فانكشن في لامدا. فالاف ده الفريكوانس بتاع الاس دي ال، اللامدا هي الويف لينس بتاع الاس دي ال بتاع الساو ديفايس، الفيلوسيتي بتاعت الساو على السبستريت هي الفي سي، والبيريودك لينس او البيتش بتاع الترانسديوسر هي الدي. دي اسمه عشان في دي كابتل اللي هي الديلي بقى. في الاس دي ال الويتس بتاع الفينجر is selected to equate the gap width، يعني عرض الفينجر نفسه هو نفسه عرض المسافه ما بين كل ستريب والثانيه، يعني عرض الستريب لاين الواحده تساوي المسافه ما بين الستريب لاين وبعضها. يعني كان بقول ان اللي بالرصاصي ده عرضه هو نفسه الجزء الفاضي الابيض اللي ما بين التو ستريب لاينز جنب بعض، هما الاثنين واحد. وده في الغالب بنختاره حوالي لندا على 4. فبنقول الريشيو بتاع الفينجر تو ذا جاب از يونيتي، طبعا الفينجر والجاب بيبقى يونيتي، والفينجر ويدث تقريبا عرض الفينجر بيكون لندا على 4. مهم جدا ان انا احسب بعض البارامترز زي الاتش وزي الاي ال. الاتش اللي هو الفريكوينس ريسبونس بتاعي او الجين مع الفريكوينسي، والاي ال هو الانسرشن لوس، نسبه اللوس بتاعت المفروض ان انا بمينيمايز اللوسز دي عشان الديفايس بتاعي يكون اعلى كفاءه. هم دول التو بارامترز اللي الفريكوانسي دومين موديل بيهتم بحسابه، الانسرشن لوس والاتش اللي هو الريسبونس بتاعي. طيب انا بحسن ازاي الانسرشن لوس لما تكون كبيره؟ بعمل حاجه اسمها ماتشنج نتورك، ودي بتوصل قبل الانبوت ترانسديوسر وبعد الاوتبوت ترانسديوسر، يعني في الدخل وفي الخارج بعمل ماتشنج ما بين السيجنال اللي جايه، لان انا بعتبر مثلا ان السيجنال اللي جايه بتاعتي ممكن يكون لما دخلت على الانبوت ترانسديوسر حصل جزء من الفقد لوسز، فبدخل ماتشنج نتورك معينه. وبرده في الاوتبوت لما الاوتبوت بيطلع على سلك من الترانسديوسر ممكن يحصل لوسز، فبقوم بعمل ماتشنج نتورك زي فكره الماتشنج نتورك اللي بتعملها مع الانتنه وفي الريسيفر وفي الترانسميتر عشان ما يحصلش لوسز في السيجنال بتاعتك. من ضمن البارامترز اللي لازم اخلي بالي منها وانا بعمل ديزاين للديلي لاين او للفلتر او لاي ديفايس حاجه اسمها كابلنج كوفيشنت، وده بيبقى الكترو ميكانيكال كابلنج كوفيشنت او الكترو ميكانيكال بارامتر. ده بيتناسب عكسي مع الكونفرشن لوس بتاع الانتر ديجيتال ترانسديوسر. الكونفرشن لوس هو الانسرشن لوس، يعني ده نقدر نقول ان البارامتر ده بيتغير بتغيير نوع الماده بتاعت السبستريت ماتيريال. يعني الالكتروميكانيكال لوسز في حاله الكوارتز غير في حاله اللاثيوم الليثيوم نيوبيت غير الجاليوم ارسنايد غير الليثيوم تانتليت، بتختلف الكابلنج كوفيشنت، ووضحنا ده في المحاضره اللي فاتت. طيب خلينا ناخد بقى موديل حقيقي كده نعمله من اي تو زد كاني بعمل بيبر او كاني بعمل ديفايس كامل بحساباتي. فتعال نقول ان انا عايز اعمل ابسط مثال لل الساو ديفايس. ابسط مثال عشان يتعمل واسهل موديل عشان يتعمل ساو ديفايس، يبقى حضرتك محتاج انك تشتغل على حاجه اسمها الامبلس ريسبونس موديل او الايكويفالنت سيركت موديل الاي سي ام او الاي ار ام. دول اسهل موديلز او اسهل طرق لتمثيل الفريكوينس دومين موديل بتاع الساو ديفايس، او بيقيس الفريكوينس دومين، يعني بيشتغل في الفريكوينس دومين. في بقى ماتريسيز، في ماتريكس موديل وده اصعب شويه، في ميكسد موديل برضه اصعب. فانا بشتغل على الامبلس ريسبونس وده بنسميه الفيرست اوردر موديل. يعني الفيرست اوردر موديل هو الامبلس ريسبونس موديل، هو الايكويفالنت سيركت موديل. يعني برسم دايره مكافاه
الساو ديفايس بتاعي. دايره بقى بعتبرها كانها ار ال او سي كده يعني، برسم دايره مكافاه وابدا اتعامل رياضيا مع الدايره المكافاه دي بالايكويشنز بتاعتي. ده الفيرست اوردر موديل، وارسم الايكويشنز دي. ميثود بتستخدم ل ان انا اقيس الرياكشن بتاع الساو ديفايسز للاكسترنال تشينجز، للحاجات اللي بتتغير بره. يعني مثلا بقيس الديفايس ريسبونس مع التايم تشينج او مع اي اندبندنت فاريبل. بس هو مش صالحه طبعا في كل الاحوال، هي valid only للترانسديوسر اللي هي مكونه at least one of the two interdigital transducer have uniform aperture. اللي احنا قلنا ايه؟ لازم يكون الديفايس بتاعي uniform abelized او متوزع الستريب لاينز بشكل متساوي واطوال متساويه. ده اليونيفورم ابريتشر. الفينجر اوفرلاب برضو اللي هو ايه؟ المسافات ما بين الستريب لاينز وبعضها لازم تكون متساويه. هنا ينفع الامبلس ريسبونس موديل. غير كده لازم اشتغل بحاجه اسمها دلتا موديل، مش هينفع خالص اشتغل بالامبلس ريسبونس موديل. ففي الغالب انا هشتغل مع الاس دي ال مع الامبلس ريسبونس موديل ونشوف هنعمل ايه. الموديل بتاعي ده قايم على فكره ان هاخد يعني اكتر ماده ستيبل شويه مع درجه الحراره وهي الكوارتز، الاس دي اكس كوارتز. بكريستال مقطوعه بشكل معين. الماده دي بتكون ستيبل قوي مع درجه الحراره بتاعتي. لما اجي استخدم الامبلس ريسبونس موديل بقدر احسب الانسرشن لوس بتاع السيستم، بقدر احسب حاجه اسمها الادمتنس اللي هي الواي، بقدر احسب التوتال امبيدنس، بقدر احسب حاجه اسمها الكوندكتنس السبسكريبتنس، بقدر احسب الاتش اوف ال، اقدر احسب شويه البارامترز دول من خلال الموديل. طب الموديل ده مبني على ايه بقى؟ الامبلس ريسبونس موديل مبني على رسم دايره مكافئه للساو ديلي لاين. العالم اللي رسم او الدايره اللي اترسمت دي سميناها ماسون موديل نسبه للعالم اللي اكتشفها. يعني اللي هي الديلي لاين بيكافئ دايره هنشوفها من ثلاثه بارامترز. ده عباره عن ايه البارامترز دي؟ عباره عن راديشن كوندكتنس، اكوستيك سبسكريبتنس، وامبيدنس. امبيدنس يعني حاجه فيها مثلا ار ال او سي او ار او سي او ار او ال او ال او سي او ار، كل ده اسمه امبيدنس. الراديشن كوندكتنس وده الجي، والاكوستيك سبسكريبتنس وده البي. في واحده فيهم تبقى فانكشن مقلوب في الزد وواحده مقلوب في الواي، فهنحتاج ان احنا نعرف الشكل الدايره نفسها. ده شكل الدايره المكافئه للساو ديلي لاين عندي. زي ما انت شايف الدايره دي مكونه من كام بارامترز؟ من 3 بارامترز. طبعا سيبك من ار اس دي، دي الابلايد فولتج اللي انا هحطها على الستريب لاينز. فالابلايد فولتج كانها سورس، والسورس ده ليه انترنال ريزيستنس او ايه كان السيجنال جنريتور ده ليه انترنال ريزيستنس. فالار اس والبي دول السورس اللي هيتابلاي على الدايره. الدايره مكونه من ايه؟ مكونه من سي وار وبارامتر كده اسمه جي بي. السي ده التوتال كاباسيتنس بتاعت الدايره، الجي اي ده السبسكريبتنس بتاعي، ده الكوندكتنس سوري، الجي بي ده السبسكريبتنس. طبعا الامبيدنس هنا متمثله في السي، يعني ممكن تكون ار وسي، ار وال، ار زي ما قلنا يعني. فممكن تكون بارامترز فيها كلمه امبيدنس بنخرج شويه من كلمه ريزيستنس، يعني حاجه ليها اكس ال او اكس سي او توتال اكس ال مع اكس سي مع ار يعني. فهنا عملنا بارامتر يرمز ليه الامبيدنس سي توتال، التوتال كاباسيتنس، الجي اوف اي ده الراديشن كوندكتنس، البي اوف اي ده السبسكريبتنس الاكوستيك سبسكريبتنس. طيب بنعمل ايه في الموديلنج؟ احنا اخترنا الماده بتاعتي بيزو الكتريك ماتيريال هي كوارتز. هنأسيوم ان المسافات ما بين الستريب لاينز وبعضها او الفينجرز وبعضها، الفينجر هي الستريب لاينز، مسافات ثابته كونستانت ويدث. الميتاليزيشن ريشيو اللي هي اللي بترمز لنوع الماده اللي معمول منها الستريب لاينز، الالومنيوم مثلا، فالالومنيوم الميتاليزيشن ريشيو بتاعه نص. ده الفاكتور بتاع اختيارك للماده، 50% نسبة كفاءة التوصيلية بتاعت الألمونيوم مثلا. هنقدر نحسب الأوبريتنج فريكونسي بتاعي اللي هو المفروض 70 ميجا، ده التارجت بتاعي.
هنسلكت السبستريت ماتيريال اللي هي الكوارتز. من خلال الكوارتز لازم ابقى عارف من الجدول بتاع الكوارتز الالكتروميكانيكال كوفيشنت اللي هو الكابلنج كوفيشنت كي سكوير، الفيلوسيتي بتاعت الكوارتز قد ايه. برضو من الثوابت في مصفوفه اسمها مصفوفه الكاباسيتنس، ودي خاصه بالماده نفسها اللي هي الانترنال كاباسيتنس اللي بتاعت الماسون موديل. دي جت منين؟ جت ان في حاجه اسمها باراسيتيك كاباسيتنس او كاباسيتنس وهميه للماده، كل ماده ليها كاباسيتنس وهميه غير الثانيه. فالكوارتز ليه كاباسيتنس وهميه هنعرفها، السي اوف اس هنعرف قد ايه اللي هي الكاباسيتنس بير يونت لينس، ده غير السي توتال، ده غير السي توتال اللي احنا هنحسبها. في حاجه اسمها كاباسيتنس بير يونت لينس، فالسي اوف اس عايزين نعرفها، الفي هنعرفها، الكي سكوير هنعرفها. دول بيجوا منين؟ من معرفه الماده. لو دخلت على ويكيبيديا مثلا او دخلت على اي حاجه فيزيكس هتقدر تعرف كل ماده خواصها ايه. دي من ضمن خواص الماده. التايم ديلي بنقدر نحسبه بناء على اللينس ما بين التو بورت انترتيشنال ترانسديوسر. خلاص هنبدا الاول نختار السبستريت ماتيريال. اخترنا الكوارتز ليه؟ عشان التمبريتشر ستابيليتي، الكواليتي فاكتور بتاعته عاليه، الالكتروميكانيكال كابلنج كوفيشنت سمول، وده بيبقى افضل ليا في اداء الماده لانه بيقلل الباند ويدث اللي يعني ممكن يحصلها الكتريك ماتشنج. فبالتالي لما يقل الباند ويدث اللي انت بتشتغل عليه، خلي بالك انت كل ما بيبقى الباند ويدث ناره في البيم بتاعك انت بتوصل للماكسيمم بتاع الفريكوانسي او السنتر فريكوانسي تقريبا كانك بتعمل فلتر يعدي فريكوانسي بعينه. يعني مش فلتر، الفلتر كل ما يكون الجاب بتاعته او الباند كبيره ده مش لطيف، ده بيبقى بيعدي ترددات كتير في النص. انت عايز تعدي تردد بعينه 70 ميجا، فانت عايز الشيفت او الدريفت اللي بيحصل ما بين ال 70 على يمين وشمال ويبقى حاجه صغيره جدا. فانت من مصلحتك ان الباند ويدث تكون قليله جدا، والباند ويدث بيبقى قليل جدا مع الكي سكوير اللي هي سمول. فالكوارتز هنا هو المناسب لاشهر الساودي بايوس. زي ما قلنا ينفع بقى اللوكال اوسليتور، ينفع للديلي لاينز، يعني ينفع في الحاجات دي. الليميتيشن الوحيد او العيب الوحيد للكوارتز يمكن عمليه الفابريكيشن بتاعت الكوارتز نفسها، ماده الكوارتز تصنيعها رخم شويه، بس هو يمكن دي صعوبه شويه بستخدم لها اللي هو الجروس تكنيكس او الكريستال جروس تكنيكس اللي هي عمليه البناء بتاعت الفابريكيشن بتاعت احد مراحل التصنيع بيبقى الابيتاكسيال جروس. فدي من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى احد مراحل الفابريكيشن، فبستخدم ابيتاكسيال جروس في تصنيع الكوارتز. دي خواص الماده بتاعتي الاس تي اكس كوارتز. سرعتها اهو، انا كنت بدور على السرعه 3158، الكي سكوير بتاعتي 0.0016، التمبريتشر كوفيشن بتاعتي تقريبا ستيبل جدا مع درجه الحراره. طبعا هنا نسيت احط في الجدول السي اوف اس، هنجيبها طبعا في الخطوات الجايه. الاي اف ستيج للموبايل فون مبني تقريبا على اكوستيك ويف ديفايسز معمول من الكوارتز. طيب تعال بقى نحسب البارامترز بتاعتنا. اول حاجه هتحسب الويف لينث، انت محتاج فريكونسي قد ايه؟ 70 ميجا ده التارجت بتاعك. الفيلوستي كام؟ 3158 اللي احنا لسه جايبينها من الجدول. نقدر نجيب الويف لينث ولا لا؟ هقدر اجيب اللمضة. طيب بمعرفه اللمضة اقدر استفيد ايه؟ بعد كده ثاني خطوه بحسب النمبر اوف فينجرز، هو انا هحط كام ستريب لاين؟ هو هحط اي عدد كده وخلاص ولا ليها عدد؟ لا ليها عدد. العدد ده هيبقى عباره عن ايه؟ النمبر اوف فينجرز بتاعتي بتبقى عباره عن فانكشن رياضيه، فانكشن بتيجي بالماتلاب او فانكشن بتيجي بالاله اسمها راوند. الراوند فانكشن دي بتبقى محتواها على 2 اف على النال باندويث، 2 اف نوت 2 في 70 ميجا هرتز على النال باندويث. طيب الاوبريتنج فريكونسي خلاص احنا عارفين النال باندويث دي بنحسبها ازاي؟ دي فراكشنال، دي حته من الباندويث. انا عايز اقلل الباندويث على طول عن قدر الامكان، فنخلي الباندويث بالكتير قوي تبقى 10% من الفريكونسي بتاعي. يعني لو الفريكونسي بتاعتي 70 ميجا، ما نخلي الباندويث بتاعي او النال باندويث بتاعي ما يزيدش عن 7 ميجا، ما يزيدش عن 10% يعني. ماشي، فكده اقدر اوصل للنمبر اوف فينجرز اللي انا عايزها بشكل كويس. فاحنا عملنا 70 ميجا فعلا التردد،
الباندويث قلنا ان الباندويث هيبقى اقل من 10% من الفريكونسي، يعني اقل من 7 ميجا. خدناها مثلا 4.3 من 10 ميجا هرتز، ودي كان ليها حزمه لوحدها النال باندويث. في قانون بقدر احسب منه النال باندويث، بس ما فيش داعي للتطرق ليه. انت من حقك تعوض باي رقم، بس الماكسيم بتاعك ما يوصلش ل 7 ميجا هرتز. طيب بعد كده ايه مطلوب؟ ان انا احسب الاتش اوف تي اللي هو الامبالس ريسبونس، عشان انا هتكلم عن حاجه اسمها الامبالس ريسبونس موديل، فانا هحسب التايم دومين واحوله للفريكونس دومين. فالساين ويف دي عباره عن شيب معينه بتطلع من الستريب لاينز بتاعتي او من الفينجرز. الخطوه الثانيه الامبليتيود بتاعت الهاف سايكل بتاعت الساين ويف اللي داخله دي بتتضرب بفريكونس معين، الفريكونس ده هيكون اف اوف 3 على 2. الخطوه الثالثه يبقى هضرب التوتال ريسبونس بتاعي في الكترو ميكانيكال كوفيشن، اللي هو تقريبا بيبقى بضرب في الفاكتور في الكترو ميكانيكال كوفيشن. الفاكتور ده هو 4 في جذر الكي سكوير سي اس، ودول الثوابت بتاعتي. في النهايه انت بتوصل، مش معني بالسلايد اللي فاتت قوي، لكن انا بوصل يعني طبعا اللي معني بيها حساب النمبر اوف فينجرز وحساب الايه اللمبه. نخش على السلايد دي اللي تهمني اكتر. الامبالس تايم ريسبونس بيبقى عباره عن اتش اوف تي، ده بيتناسب مع 4 في جذر كي سكوير سي اس اللي هو الكتروميكانيكال كابلنج كوفيشن في السي اوف اس اللي هو ايه الكاباستنس اللي عندي اللي هجيبها من خواص الماده. في اف اوف 3 على 2 اللي هو ايه الفاكتور اللي هتضرب فيه في ساين ثيتا، وحيث ان الثيتا 2 باي جذر اف اوف تي دي تي. طب واحده واحده بقى على اساس ان الفريكونسي بيحصل لها دريفت او تغيير. الفريكونسي ريسبونس انا ما بشتغلش بيه في التايم، انا بشتغل في فريكونسي دومين، فانا عايز اجيب اتش اوف اف من دي. الاتش اوف اف بيبقى 20 لوج، سيبك بقى من المعادله دي خالص الامبلس ريسبونس تايم، انا اللي يهمني هي الاتش اوف اف، هي دي المعادله اللي تهمني فعليا. الاتش اوف اف هي 20 لوج الفاليو اللي قدامك اللي هي 4 كي سكوير سي اوف اس في اوميجا اي او الدبليو اي. دبليو اي ده اللي ابريتشر ويتس اللي هو عرض الفينجر قد ايه، في الاف نوت اللي هو 70 ميجا، في النمبر اوف فينجرز سكوير، في ساين اكس على اكس، وهنعرف مين ساين اكس على اكس دي اللي بتدي رسمه مشابهه لشكل الاكوستيك. فساين اكس على اكس دي اللي هي الجاوسيان فانكشن اللي هي بتدي شكل مشابه للاكوستيك. في الديلي بقى، الديلي بيجي فين؟ في صوره اكسبوننشال اي اس ناقص اي في ان بلس دي على اف نوت، نمبر اوف فينجرز بلس دي ديلي على الاف نوت، ده الديلي لينس بتاعي. وال دبليو اي هي مش ظاهره هنا، معلش، دبليو اي ده الابريتشر بتاعي او الفينجر اوفرلاب او المسافات ما بين الفينجرز وبعضها، لان احنا قلنا كلها متساويه. الاكس ده بقى بيجي منين؟ الاكس ده هو نمبر اوف فينجرز في باي في الاف ناقص اف نوت على اف نوت، الاف نوت اللي هي 70 ميجا، والاف اللي هو الفريكونسي في اي لحظه، لانه هيحصل دريفت في الفريكونسي، مش هيطلع السيجنال ليها فريكونسي وحيده كده، هتبقى ليها هارمونكس فيها مالتي فريكونسي. يبقى القانون في الاخر هو ده، هو القانون المهم اللي هو الاتش اوف اف ده الفريكونسي ريسبونس، وحيث ان الاكس هي القانون اللي تحت اللي هو الان في الباي في اف ناقص اف نوت على اف نوت. الابريتشر او الدبليو اي ده بيتحسب ازاي؟ انا عندي النمبر اوف فينجرز قدرت احسبه، لكن الدبليو احسبه ازاي؟ واحد على الار انبوت اللي هو السورس ريزيستنس اللي انت هتحطه بتاع السبلاي غالبا 50 اوم مثلا، في واحد على 2 اف نوت سي اس في ان بي، كل دي قيم عندك ان بي انت حسبتها والسي اس دي في الخواص الماده، ف 4 كي سكوير ان بي على 4 كي سكوير ان بي كل سكوير بلس باي سكوير. بعد كده بقى اقدر احسب البارامترز رياضيا اللي هي الجي والبي اللي هو الكوندكتنس والساسكتنس. الجي اوف اف بيتحسب ازاي؟ ده الريال بارت بتاع الانبوت امبيدنس، يبقى انا مطالب ان احسب الانبوت امبيدنس واحسب منه الريال بارت. طيب ليها طريقه ثانيه للحساب؟ ليه طريقه ثانيه بدل ما اجيب انبوت امبيدنس، انا اوريدي حسبت الاتش اوف اف. المودولس او الماجنتيود بتاع الاتش اوف اف لو ضربته في 2 ده يديك الجي اوف اي او الكوندكتنس. الماجنتيود بتاع الفريكونسي ريسبونس الدبل بتاعه هو الايه الجي اوف اي، فلما اجيب الماجنتيود بتاع المعادله اللي فاتت جذر التربيع للريال تربيع زي اللي ماشي تربيع
ماشي، واضربه في 2 ده هيديك 8 كي سكوير سي اس اوميجا اي اف نوت ان بي ساين اكس على اكس، واحنا عارفين مين الاكس. طيب مين البي بقى الاكوستيك سبسكريبتنس؟ ده الايماجينري بارت بتاع الانبوت ادمتنس، الايماجينري بارت بتاع الانبوت ادمتنس، الجي الريال بارت بتاع الانبوت ادمتنس، مش امبيدنس سوري، ادمتنس اللي هي الواي مقلوب الامبيدنس. طيب ده بيتجاب بطريقه ثانيه برضو، اه بيتجاب من حاجه اسمها هيلبرت ترانسفورم، ده حاجه زي الفوري ترانسفورم كده. الهيلبرت ترانسفورم عباره عن واحد على باي تكامل من ناقص ما لا نهايه ما لا نهايه. الجي اللي انا حسبتها دي لو كملتها وقسمتها على اف نوت ناقص اف ده هيديك السبسكريبتنس اللي هي البي، يبقى البي تتجاب من الجي، يبقى هجيب الاتش منها اجيب الجي منها اجيب البي. الهيلبرت ترانسفورم واحد على باي تكامل الجي اللي حسبتها اللي هي كانت دبل الماجنتيود بتاع الاتش على اف نوت ناقص اف، تطلع البي بعد الاختصار جي في ساين 2 اكس ناقص 2 اكس على 2 اكس سكوير، واحنا عارفين مين الاكس. طيب بعد كده خلي بالك ان دايما بتقسم على الماكسيمم سواء في البي او في الجي، تقسم البي على الماكسيمم بتاعتها والجي على الماكسيمم بتاعتها، تجيب حاجه اسمها النورماليزد فاليو. دايما اللي بترسم في الفريكوينس دومين هو النورماليزد فاليو. طيب اخر كومبوننت ببدا احسبها هي السي توتال بقى، انت جبت الجي وجبت البي وقبل كده حسبت الايه الاتش، ناقص تحسب السي توتال وتختم بحساب الانسرشن لوس الاي ال. السي توتال بسيطه جدا، توتال ستاتيك كاباسيتنس، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن حاصل ضرب السي اس اللي هي الكاباسيتنس بير فينجر لينث في الابريتشر او الفينجر اوفرلاب الدبليو في الان وفي اللي هي النمبر اوف فينجرز بتاعت قد ايه. طبعا السي اس هي دي السي اس احنا قلنا هي خاصه بالجدول بتاع الماده، وممكن تحسبه انت سي اس بتساوي 2 في 6.5 الايتا سكوير اللي هي الميتاليزيشن ريشيو اللي هي هنا بنص زائد 1.8% في ايتا زائد 2.37 في ابسلون ار زائد 1، واقدر اجيب الابسلون ار بتاعت الماده كوارتز واشوف قد ايه. طيب الايتا اللي هي قلنا بنص هي 2 في الفينجر ويدث على لمبه، 2 في الفينجر ليفز على لمبه، وهي هتطلع نص عشان هل ما حد يسال ليه الميتاليزيشن ريشيو بنص، 2 في الاوفرلابنج اللي هي الدبليو على لمبه هتلاقيها طلعت معاك بنص. المعادلات اللي فاتت بقى بتاعت الجي والسي توتال والبي نقدر نلمهم ونحسب منهم الادمتنس. الادمتنس عباره عن ايه؟ الثلاثه بارامترز رجعهم تاني كده رسمه اهي. يبقى الواي عباره عن ايه؟ انت بتجمع السي توتال مع الجي مع الجي بي، بس بتحطهم بقى في معادله شكلها ايه؟ ادي شكل المعادله اللي انت هتحطهم فيها. الواي بتساوي الجي زائد الجي بي زائد الجي في 2 باي سي، طبعا المفروض 2 باي اف سي معلش اللي هي جي اوميجا سي، يعني كانك انت بتجيب الاكس اوف سي وبتجيب البي وبتجيب الجي الادمتنس، كانك بتجمع الثلاث مقاومات. الامبيدنس لا ده انت هتجيب الامبيدنس بتاعت البرانش الاول والامبيدنس البرانش الثاني والامبيدنس البرانش الثالث، وتقول الواحد على التوتال، واحد على زد توتال بتساوي واحد على زد واحد زائد واحد على زد اثنين زائد واحد على زد ثلاثه، لانهم بارلل. الادمتنس بتعتبر البرانشات سيريز في الادمتنس، وانت بتحسب الواي بتعتبر البرانشات سيريز، فهتجمع الجي، الجي دي ريال بارت ما فيهاش ايماجينري بارت، زائد الاكس اوف سي بالايماجينري بارت بتاعتها بالجي زائد البي بالجي بتاعتها. طبعا الامبيدنس نفسها هتتجاب ازاي؟ واحد على الواي، بعد ما تحسب الواي بنقدر نحسب الامبيدنس. فاينلي بقى عشان تحسب الانسرشن لوس اللي هي اللوسز بتاعتي، ده اهم بارامتر بتاعتي، هو عباره عن ناقص 10 لوك عشان يتقاس بالديسيبل، 2 جي في الار انبوت، والار انبوت ده قلنا بيبقى في حدود 50 او اكتر على حسب، بس هو الانبوت يعني ماتشنج ريزيستنس فهي بتبقى 50 على 1 زائد جي في ار كول سكوير زائد ار اف تحت قوس 2 باي اف سي زائد بي اف كول سكوير، اللي هو الجزء ده تربيع والجزء ده تربيع وفوق 2 جي اف فار، ده الانسرشن لوس. طيب اللي انت حسبته ده على فكره اللي لانبوت انترديشال ترانسديوسر او لاوتبوت انترديشال ترانسديوسر على حده، يعني ايه؟ يعني خلي بالك انا لما جبت عدد الستريب لاينز انا ما قلتش الستريب لاينز بتاعت الجهاز ككل او الديفايس ككل، انا بحسبه لي انترديشال ترانسديوسر واحد بس، يعني يا انبوت يا اوت، يبقى كل المعادلات اللي انا استنتجتها دي استنتجتها ل 1
انتر ديجيتال ترانسدوسر بس، مش للاوفر اول انتر ديجيتال ترانسدوسر. فالتوتال فريكوانسي ريسبونس بتاع الديلي لاين يتحسب ازاي؟ الاتش بتاع الفينجر الاولاني او الانتر ديجيتال ترانسدوسر الاولاني في الاتش بتاع الانتر ديجيتال ترانسدوسر الثاني، حاصل ضرب الاثنين في بعض بنضرب الكونجكت، يعني بجيب الابسوليوت فاليو واضربه بتاع الاولاني واضربه في الكونجكت بتاع الثاني. هو ده الايه الاتش توتال او التوتال ريسبونس، كاني بضرب يعني ضرب معين كده عند كل فريكوانسي الامبليتيود كام، واضرب عند نفس الفريكوانسي الامبليتيود في التو سيجنالز. كنا بنعمل كده برضو في الانتنة، لو حد فاكر الانتنة كان نوع عندي تو دايبولز مثلا وعاملين اري، فانت عشان تجيب التوتال راديشن باترن كنت بتجيب الراديشن باترن اللي طالع من اول اري لوحده او من اول دايبول لوحده ومن ثاني دايبول لوحده وتضربهم في بعض فيقوم يديك التوتال راديشن باترن. هي نفس الفكره بالظبط، الستريب لاين الاولاني ده الانتر ديجيتال ترانسديوسر ده يعتبر دايبول او مجموعه اري من الانتنز بتطلع راديشن معين، والاوتبوت انتر ديجيتال ترانسديوسر كانها اري بيطلع برضو راديشن باترن تاني. فالتوتال راديشن باترن عباره عن حاصل ضرب التو راديشن باترنز مع بعض. طيب خطوات تنفيذ بقى الكلام ده، انا مش معقول هعمله حسابات بالايد ولا بالكالكوليتورز، اكيد ده سيميليشن. فهتبدا الاول تختار سيميليشن تول معينه، انا اخترت حاجه اسمها ماسكات ورفعت لكم اللينك بتاع الماسكات وهو فري اصلا، بي تي سي ماسكات متاح على النت انك تنزله. هنبدا نكونفيجر البارامترز الاساسيه للاف نوت والسي اس والديلي والكي سكوير والاف نوت، ونبدا نكتب المعادلات في البرنامج بتاعنا اللي هو الماسكات، ثم نحسب الاوتبوت بارامترز، ثم نطلع الفيجرز من البارامترز. تعال نشوف سريعا بقى عشان ما نستهلكش وقت. البيزو الكتريك ماتيريال ده الكابلنج كوفيشنت بتاعها، ده السي اوف اس بتاعتها من الجدول، ده الايه الفيلوسيتي بتاعتي. اتفقنا نشتغل عند اف نوت 70 ميجا، الانبوت ريزيستنس تقريبا 50 اوم، وقلنا النال باند ويث 4.3. نبدا نحسب بقى قانون النمبر اوف فينجرز اللي هو كان الراوند بتاع 2 اف نوت في اعلى الباند ويث، فده طلع 33 فينجر، يعني تقريبا في الانتر ديجيتال ترانسديوسر الواحد سواء انبوت او اوت محتاج 33 ستريب لاين تحطوا جنب بعض. اللمضه بتاعتك اللي هتشتغل بيها 45 مايكرومتر، الابريتشر ويدث بتاعي هيبقى 1.8 ملم اللي هو الايه الويدث بتاع الاوفرلابنج قد ايه، صغير جدا يعني طبعا. السي توتال لما جينا حسبناها بالمعادله طلعت 3.04 بيكو فراد. لما جينا نفذنا بقى حطينا المعادلات على برنامج الماسكات وبدانا نشوف، شفنا الاتش الواحده الاتش الواحده لانتر ديجيتال ترانسديوسر انبوت او اوتبوت طلعت بالشكل ده، فيها مينلو وفيها هارمونكس. الهارمونكس عالي على فكره، هارمونكس ارتفاعها عالي قريب من المينلو، ودي حاجه مش حلوه، دي حاجه مش لطيفه عندي، المفروض الهارمونكس تبقى تحت خالص قليله سايد لوبس يعني عايز الغي. خلي بالك الماكسيم طالع فعلا عند 70 ميجا زي ما احنا عاملين الحسابات، الانسرشن لوس تقريبا حاجه و20 ديسيبل، ده اللوسز بتاعتي المفروض تقل عن كده يعني، بس ايه مش سيئه يعني. الكوندكتنس بتاعتي جي اوف اي طلعت بالشكل ده، الريسبونس بتاعها ده الريال فاليو بتاع الادمتنس، الميشر بارت بتاع الادمتنس اللي هي الاكوستيك سسكبتنس طلع بهذا الشكل. ولما جينا نفذنا الانسرشن لوس بالحسابات الدقيقه طلعت تقريبا ناقص 20.15 من 1000 دي بي، ده الانسرشن لوس لما جينا حسبناه. اللي فات كان مين؟ الرسمه الاولانيه عشان شبهها ده كان الاتش، الانسرشن لوس زيها بس بحسب قيمه اللوسز قد ايه بالظبط. طيب التوتال بقى ريسبونس لما جيت ضربت الاتش 1 في الاتش 2 كونجكت طلع بهذا الشكل. الرسمه اتحسنت كتير على فكره عن الرسمه اللي كانت اولانيه، ده الايه الاتش توتال بتاعتي طالعه بهذا الشكل. طبعا يعني خلي بالك ان الرسمه الجزء ده تقريبا 3 مثلا ديسيبل او حاجه زي كده يعني عشان خاطر يبقى القيم واضحه بالنسبه لنا. بس انا ستيل لو انا قدرت احسن خارج الانتر ديجيتال ترانسدوسر الواحد يبقى الاوفر اول لاب تقريبا هيطلع كله من لوب. يعني لما نروح نبص على الكوميرشال فاليوز
بص هتلاقي الكوميرشال فاليوز برضو عند ناقص 20، يعني عشان كده بقول لك مفيش مشكله في القيم اللي طلعت معايا. بس الكوميرشال فاليوز بقى بتاعتي عند 70 ميجا، ده ديفايس حقيقي موجود في السوق 70 ميجا ساوند ديفايس ساوند ديلي لاين، طالع عند ناقص 20 زي ما احنا مطلعينه. بس احنا مطلعين الناقص 20 بتاعت الانسرشن لوس. بص طالعه عامله ازاي معانا لما جينا حسبناها، طالع سايد لوبس عاليه، يمكن التوتال ريسبونس طالع كويس لكن الانسرشن لوس طالع مش حلو. هنا الانسرشن لوس مع التوتال ريسبونس لوس الهارمونكس طالعه قليله جدا. دوري بقى في المحاضره الجايه ان شاء الله اني اولا انفذ لك الكلام ده في برنامج تاني غير الماسكات زي الاوكتيف او الماتلاب، عشان اتاكد ان المشكله في اللي طالعه دي مش مشكله سوفت وير. الحاجه الثانيه في المحاضره اللي هنتكلم فيها هو ازاي اعمل امبروفمنت للهارمونكس واشيلها وقرب شكل الميجرمنت الحقيقي اللي موجود في السوق ليه شكل السيميليشن، عشان يبقى السيميليتور اللي انا عامله ده اقدر اتست بيه بعد كده اي ديفايس. فهعمل تول جديده هدخل فلترز معينه على الرسمه بحيث يبقى الخارج بتاعي تقريبا انا متوقع شكل التنفيذ هيبقى عامل ازاي. بكده تنتهي محاضرتنا النهارده. نرجو نكون المحاضره استمتعت بيها. ان شاء الله نتقابل على خير الاسبوع القادم مع الجزء الاخير من الفريكوانس دومين موديل مع ساو ديلي لاين برضه، عشان ندخل بعديه كده ان شاء الله في المحاضرتين اللي هيتبقوا في جزء التايم او المحاضره الاخيره يعني اللي هناخدها، هيبقى التايم دومين موديل اللي هو الفاينايت اليمنت موديل والفرق بينه وبين الفريكوانسي، وهنشوف هل الافضل ان نشتغل بالكونسول ولا الافضل ان نشتغل بالتولز البسيطه بتاعت الماسكات والماتلاب والاوكتيف. شكرا لكم، اشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله.